اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله صحفيه جديده مع ابرز ما طلعتنا به الصحف المحليه والعربيه والعالميه والصادره صباح اليوم. نبدا هذه الجوله من الصحف المحليه ونقرا من جريده الاهرام. ميركل تغادر القاهره بعد زياره ناجحه ومباحثات بناءه مع السيسي. السيسي وميركل يرحبان بابرام البروتوكول الاضافي لتنظيم عمل المؤسسات الانمائيه الالمانيه في مصر. والمستشاره الالمانيه تقول: تقدير كبير من البوندستاج لوسطية الأزهر وأفكاره المعتدلة. ولدى استقباله ميركل البابا توادروس يقول: نثق في قدرة قيادتنا السياسية على استقرار البلاد. وعلى صفحتها الأولى كتبت جريدة الجمهورية: إعلان الفائزين بالنصف مليون فدان غدا، ومصادر الري متوفرة للمشروع القومي، ومجتمعات زراعية وصناعية متكاملة. التموين 10.5 جنيه لكيلو السكر وإلزام التجار بسعر العبوات. من صحيفة الوطن نطالع: شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويلتقي أمين عام الناتو. البرلمان يبحث حزمة تشريعات لضبط الأسواق أبرزها حماية المستهلك ومنع الاحتكار. وزير الري: السدود لا تقلقنا. ونرصد من عناوين المصري اليوم: الداخلية تقتل 4 إرهابيين في معركة بالجيزة، وحملة أمنية مكبرة بالعريش لملاحقة العناصر المندسة بين المواطنين. مسؤولون بالناتو: مصر من أهم شركائنا. حصل على الماجستير من كولومبيا والدكتوراه من أكسفورد أمريكي من أصل مصري يستعد ليصبح أول مسلم يحكم ولاية أمريكية. ومن جريدة اليوم السابع: دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في حوار خاص للصحيفة يقول: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2018، طرح شقق العاصمة الإدارية في أبريل ونقل الوزارات بداية 2019. التعليم: طلاب الثانوية العامة يبدأون كتابة استماراتهم الورقية الأسبوع المقبل. الاتحاد قوة. تحت هذا العنوان أكدت صحيفة أخبار اليوم في مقال لها أن مصر ستبقى عاصية على كل المؤامرات التي تحاك ضدها من الداخل والخارج، وذلك بوحدة أبنائها وترابطهم. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية حكم مصر لم تمر مناسبة لم يتحدث فيها إلى الشعب إلا ويحذر من الفرقة والاختلاف، ويدعو دائما إلى وحدة الصف، ودائما ما كان يعلن أنه لن يقول على عنصري الأمة إلا اسم المصريين. ومنذ نفس التاريخ وأعداء مصر في الداخل والخارج يعملون بجد ودأب على الإيقاع بين أبناء الشعب الواحد. لكن الحمد لله، لقد عرف الشعب المصري من يريد مصلحته ومن يريد أن يحطم بلادنا، وتصدى بكل قوة لهذه المحاولات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وأثبت كل يوم أنه الجند الغربي الذي وصى عليه سيد الخلق، وأنهم في رباط إلى يوم الدين. وإلى عناوين الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: 50,000 نازح منذ انطلاق معركة الجانب الأيمن من الموصل، والقوات العراقية تستعد لاقتحام مركز المدينة. مستوطنون يطلقون النار على أهالي قرية فلسطينية، واندلاع عدة مواجهات. بعد شهور من الخلافات، برلين توقع مع تونس اتفاقا جديدا حول الهجرة. وإلى صحيفة الحياة اللندنية ونطالع فيها: 7 مصابين بأسلحة كيماوية في الموصل، والصليب الأحمر يستنكر. وسط قلق من سياسة الاستيطان، الاتحاد الأوروبي يدرس موقفا موحدا من إسرائيل. لبنان يتجه نحو تهدئة الأجواء وإقرار موازنة 2017. أما صحيفة القبس الكويتية فكانت أبرز عناوينها كالتالي: المعارضة السورية تناقش مستقبل الانتقال السياسي في البلاد دون جدوى. الصدر يطالب أنصاره بمواصلة التظاهرات السلمية،
ليبيا على صفيح ساخن وفصيل مسلح يطرد قوات الجيش من ميناء نفطي كبير. وإلى صحيفة القدس العربية ومنها نطالع: تصاعد المعارك بين البشمركة السورية والكردستاني قرب سنجار. الأمم المتحدة: ثلث سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات غذائية. وعلى خطى ترامب: الاتحاد الأوروبي يخطط لطرد 1,000,000 مهاجر مستقبلا. وإلى صحيفة الدستور الأردنية ومنها نقرأ: زيارة ناجحة لأنجلا ميركل في مصر وتونس. غارة أمريكية تستهدف منزل قيادي القاعدة وسط اليمن. الحوثيون يواصلون التصعيد ومقتل 72 معتقلا في سجون الحوثي جراء التعذيب. مع تنامي ظاهرة الإرهاب بالمنطقة وامتدادها لتشمل عددا من دول العالم وبروز تنظيم داعش، يبدو أن الظاهرة بدأت تنحسر ليمر العالم إلى مرحلة تاريخية جديدة، رؤية طرحتها صحيفة الخليج الإماراتية في مقال لها وأضافت: إن عالم ما بعد داعش يفترض أن يكون للعرب فيه دور مركزي، لأن لديهم كل الإمكانيات التي تجعل منهم أمة منخرطة في عصرها، منتجة للمعرفة، مستقطبة للكفاءات. وهناك من الفرص المتاحة ما يجعل إمكانية تحقيق الأهداف الحضارية الكبرى، وعلينا الاستفادة من هذه الفرص. العرب في حاجة ماسة إلى دخول عالم جديد يثبتون فيه أنفسهم باعتبارهم صناع الحضارة. ومن المؤكد أن داعش سينتهي وستطوى صفحته إلى الأبد، ولا بد أن يكون لنا دورا بارزا خلال المرحلة القادمة. وإلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: محادثات السلام السورية تنتهي دون إحراز تقدم يذكر في التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، وجولة جديدة مرتقبة في جنيف قريبا. بيونغ يانغ تتعهد بمواجهة التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول. ونقرأ من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية: تصاعد الخلافات بين أنقرة وبرلين على خلفية اتهامات بانتهاك حرية التعبير بعدما قامت ألمانيا بإلغاء تجمعات داعمة لأردوغان في البلاد، وهو ما أثار استياء تركيا. تيريزا ماي تتعهد بأنها لن تسمح بتفكك المملكة المتحدة، وذلك في ظل دعوات لاستفتاء على انفصال اسكتلندا. وجاءت أبرز عناوين صحيفة لوموند الفرنسية كالتالي: قبل 51 يوما من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، آلان جوبي يستعد ليحل محل مرشح اليمين فرانسوا فيون الذي يواجه متاعب قضائية جراء فضيحة وظائف يعتقد أنها وهمية. جمهورية دونتسك تعلن فرض حصار تجاري على أوكرانيا وقطع العلاقات معها. ونطالع من صحيفة تايمز البريطانية: معركة شرسة في الموصل والقوات العراقية تتقدم في عدة مناطق غرب المدينة. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية لعام 2017 بحوالي 7% وتعرب عن قلقها من المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول. ونرصد من صحيفة البايس الإسبانية: دونالد ترامب يردد بحملة اضطهاد تستهدف وزير العدل على خلفية قضية الاتصالات التي أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن. المفوضية الأوروبية تصعد نبرتها تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد وتهدد بفرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين. ونتحول إلى مقالات الرأي، حيث ألقت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على معركة الموصل وأكدت أنه حتى لو خسر تنظيم داعش المعركة لا يجب أن نشعر بالتفاؤل كثيرا بخصوص ما سيأتي لاحقا. وأضافت الصحيفة: تنظيم داعش الذي سيطر على مدينة الموصل منذ عام 2014 وجعل الجميع يشعر بالرعب والترقب، بدأ مرحلة جديدة من الحرب، وهي معارك الشوارع التي يخوضها التنظيم الآن. ولا يجب أن نشعر بالتفاؤل كثيرا، فالتقدم الذي أحرزه الجيش العراقي مؤخرا هو تقدم خادع ويعتمد بشكل كلي على القوات الأمريكية الجوية. ومن المؤكد أن التنظيم الإرهابي الذي اعتاد الرد على الخسائر التي يتلقاها في ساحة المعركة
بعمليات إرهابية في الخارج سيحاول تنفيذ عملية كبرى على غرار أحداث 11 سبتمبر لافتتاز دونالد ترامب وجره إلى أعمال انتقامية. وفي ختام هذه الجولة الصحفية لكم منا كل الشكر وإلى اللقاء.